هذه شيلة مهداه من أم هيثم إلى زوجها أبو هيثم. يا مرحبا بالليل فوسع غير تقدم اللي كل جديد وحصري فرحة هنية من القصيم قبل زفات بشير في يوم تخرجه من العسكرية. يا مرحبا بالليل فوسع غير اللي جديد وحصري ان القصيم قبل يزفات بشير في يوم تخرجه من العسكرية. شاهد ولادتها نسل المناعير رمز المراجل والفخر والحمية. مبروك يا شاهر عسى فالك الخير تخرج جدك الدهاني هدية. خريج من الامن العام وهبتك غير والكل يضرب سلام وتحية. يا شاهر اللي لك مكانة وتقدير ذكنا افتخر يا بالعلوم الوفية. كل جديد وحصري يفعولك بالصماي المشاهير كفو شجاع متهاب المنية. وتلف اللقاء جود الصوابير ذخر الوطن والدين في كل هيا. يا نزل شيخ مكرم وفقك فاخر بك مع الأهل والغير ذيك الأصيلة الطيبة الجودية. وفراح نهدي قافات عبيد وفيك افتخر وماري بين البرية. أفرح بنت اللي يفعلها ساطير أبوي مهل راع الكفوف الندية. وهيثم ابنك يفتخر فيك ما يحير جعله يسير على خطاك سوي وياما عمرك بسعادة هنية. يا مرحبا بالليل فوسعد غير اللي رجوعه عيد فرحة هنية. ان القصيم قبل يزفات بشير في يوم تخرجه من العسكرية. شاهد ولادتها نسل المناعير رمز المراجل والفخر والحمية. مبروك يا شاهر عسى تخرج جدك الدهاني هدية. خريج من الأمن العام وهبتك غير والكل لك يضرب سلام وتحية. يا شاهر اللي لك مكانة وتقدير بك نفتخر يا بالعلوم الوفية. يلي يفعولك بالصماي المشاهير كفو شجاع متهاب المنية. ذخر الوطن والدين في كل هيا. يا نزل شيخ مكرم إلا الخطاطير ادهم راع الطيب والمقدرية. وفقك تفاخر بك مع الأهل والغير ذيك الأصيلة الطيبة الجودية. وفراح نهدي قافات عبير وفيك افتخر وما بين البرية. جديد وحصري. تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رني.